من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في شهر رمضان ان الشهر بيخلص والواحد بيحس انه ما عملش اي حاجه. في الفيديو ده شويه تفاصيل بسيطه جدا لو عملتها خلال الشهر هتفرق مع حضرتك جدا جدا، وهتقدر تستغل كل لحظه بتعدي عليك في رمضان افضل استغلال، ومش هتطلع من الشهر الكريم ده غير وانت مظبط امورك. وبدون كلام كتير يلا نخش في التفاصيل، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كلنا لازم نعرفها في شهر رمضان، الحاجه الاهم والاسمى والافضل اللي بتبقى مطلوبه في شهر رمضان، وهي ان لازم حضرتك تعرف اصلا ايه وجه الاستفاده من شهر رمضان. وانذكر حضراتكم بالايه اللي كلنا عارفينها، هي ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى من الاساسيات برضه هتكون سبب في دخولك الجنه. ولو جبنا اي حد كبير او صغير او طفل حتى صغير وقلت له نفسك فيه هيقول لك نفسي اخش الجنه. طبيعه البشر لما بيخش في اي حاجه بيجي بعد مده معينه كده ويبدا ايه يريح ويرحرح حبتين ثلاثه. الانسان الملتزم اللي محافظ على عبادات وعلى قيام وعلى حاجات كده ممكن يجي على وقت معين ولا حاجه تبص تلاقيه ريح حبه ولا حاجه، لذلك بتبقى عامل زي موتور العربيه بتبقى محتاج حبه باور كده او طاقه تزقك وتمونك علشان تزقك لباقي الشهر الكريم. وشهر رمضان هو اللي بيزقك لباقي السنه في العبادات وفي الطاعات، فلذلك لازم تمون كويس جدا جدا علشان تكمل باقي السنه. لذلك ايه الباور بتاعك في شهر رمضان؟ محتاج ان انت تقرا كويس جدا 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 عن فضائل الشهر الكريم. الباور ده هيجيلك امتى؟ لما تحيي فضل شهر رمضان جواك. وهتعلي الطاقه دي ازاي جواك؟ الكلام ده هتعرفه مثلا لما تقرا فضل مثلا ختم القران الكريم، ولما تعرف ان ختم قراءه القران الكريم بيعدل حوالي 3 مليون حسنه، و3 مليون حسنه يعني هيشيل عنك 3 مليون سيئه. الحاجه اللي انت محتاج تعملها ان انت محتاج تشوف احد المشايخ او اي حد من الداعيه او اي حاجه، تشوف مثلا خطبه 15 دقيقه 20 دقيقه عن فضائل شهر رمضان، ويديك باور ويديك همه علشان خاطر تخش من اول يوم في رمضان وانت دايس بنزين كويس جدا. ويا سلام لو القعده دي مع اخواتك وامك واولادك او زوجتك واولادك والناس اللي انت بتحبهم جدا. تاني حاجه واللي كانت المفروض تبقى اول حاجه نقطه نبدا بيها، وهي ان انت تصلي ركعتين توبه بنيه ان انت تبدا صفحه بيضاء مع استقبال شهر رمضان. فبالتالي لو ربنا ختم لينا في شهر رمضان يبقى ان شاء الله خاتمه حسنه، وان شاء الله وناخد ثواب صيام شهر رمضان كامل بالنيات اللي انت حطيتها. ثالث حاجه، كلنا ما شاء الله حافظين الاحاديث الصم اللي تخص شهر رمضان، اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار، والكلام الحلو اللي سيدك النبي قاله صلى الله عليه وسلم، والسنه بفريضه والفريضه بسبعين فريضه فيما سواه، والكلام الطيب الرائع الجميل جدا اللي محفور في قلوبنا كلنا. ولا تقل الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف لام حرف وميم حرف، وكل حرف من دول بعشر حسنات، والعشر حسنات بسبعين في رمضان. ولكن في نقطة مهمة جدا 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 وعجيبة جدا في طبيعة الإنسان، لما الواحد بيسمع الحديث ده من غيره، يعني احنا عارفين الحديث كويس جدا، ولكن لما بتسمعه من حد قريب منك بيتأثر بيه رغم ان انت عارف الحديث كويس جدا. لذلك هنعمل ايه في رمضان؟ اصحابك او اهل بيتك او ابنك او اولادك او اخوك الصغير او اخوك الكبير او امك او اي حد قريب منك، ايه الاحاديث بتاع فضائل شهر رمضان دي كلها؟ هتيجي تحضرها يا صاحبي كده، وبعدين تبدا تقعد مع اخواتك او اهل بيتك تبدا تقول حديث بطريقه كويسه بطريقه ظريفه علشان حتى الناس اللي قريبين منك واللي بيحبوك يتاثروا بالكلام الطيب ده. ولو انت هتقول لي ما بقدرش اقول حديث والكلام ده كله، ممكن تجيب صوره حديث كده وتبعتها لحد من اهل بيتك، او ورقه تطبعها وتعلقها في البيت على السرير او في باب الاوضه او في مكتبك او في الشغل او في الفصل بتاعك، اي حاجه تبقى ظريفه كده تحيي سنه سيدك النبي في شهر رمضان. ولو انت من الناس اللي بتتحرج ان انت تعمل حاجه زي كده، شهر رمضان اصلا بتبقى الناس مهيئه ان هي تستقبل فيه اي عمل خيري او اي حاجه، فبالتالي حاجه زي كده مش هتسبب لك اي حرج، والدنيا هتبقى ظريفه جدا جدا، بل هتبقى اداه حلوه ظريفه ان انت تقرب من الناس اللي حواليك. وطبعا بعد ده كله ما تنساش ثواب الدال على الخير كفاعله. النقطه رقم اربعه، الانسان بطبيعه الحال بيحب الرحراحه، فممكن يدوس يومين ثلاثه في رمضان كده او ثلاث اربع ايام، وبعدين تبص تلاقيه في نهايه رمضان الدنيا معاه مرحراحه على الاخر. لذلك علشان تعالج الموضوع ده كله وتكمل لاخر الشهر بمنتهى السهوله، محتاج ان انت تجيب ورقه وقلم وتبدا تحضر جدول علشان يظبط معاك باقي الشهر. اكتب كل الافكار وفرغ دماغك من الافكار دي كلها واكتبها في الورقه، اللي هتقدر عليه واللي مش هتقدر عليه. وبعدين بعد ما تخلص الورقه وبعد ما تخلص الافكار دي، ابدا حط دوائر مثلا بالوان مختلفه على الحاجات دي انا هقدر اقوم بيها بشكل كويس جدا. دايره مثلا صفراء على الحاجات اللي انا ممكن يعني دي بشكل سنوي، وبعدين دايره زرقاء على الحاجات اللي هي مهمه جدا بالنسبه لي. فابدا لون بحيث
بحيث ان انت تبدا الحاجات دي كلها تحطها في جدول وتبدا تظبط امورك بشكل قوي جدا. الحاجات دي هتديك باور عالي جدا ان انت تكمل بيها الباقي الشهر. انت واخوك تاخدوا ايدين بعض، انت وصاحبك، انت وزوجتك، انت واي حد، محتاجين ان انتوا تزقوا بعض زقه كده علشان خاطر ان انتوا تكملوا بيها الاعمال اللي انت كاتبها في الجدول او الاعمال اللي انت نفسك فيها او اعمال الخير بشكل عام. خامس حاجه معانا النهارده، اهم العبادات في رمضان او في غير رمضان والكل بيحرص عليها كويس جدا 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 وخصوصا في رمضان، قراءه القران، والكل بيحاول ان هو يقرا قران اكبر قدر ممكن من القران، جزء 2 3 4 على حسب الوقت بتاعه وعلى حسب الدنيا ما بتظبط معاه. والبعض مننا بيدوس دوس عاليه جدا 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 في بدايه رمضان وممكن يقرا 10 اجزاء في اليوم، ومع اول 10 ايام بيبدا يرحرح خالص وممكن ما يقراش ولا جزء في اليوم ال11. لذلك فكرته ببساطه ان انت بعد كل سنه بعد الفجر الظهر عصر مغرب عشاء بتقرا 5 صفحات بعد كل صلاه من الصلوات دي. الخمس او العشر صفحات دول مش هياخدوا من حضرتك 10 دقائق تحديدا، وبعد ما تخلص الدنيا دي هتبص تلاقي كل 10 ايام انت بتختم ختمه. هسيب لحضراتكم رابط الفيديو في الديسكريبشن. النقطه رقم 6 معانا واللي كان نفسي احطها رقم 1، اوعى يغرك العباده بتاعتك وان انت الواد الوحش الجامد جدا اللي بيختم القرآن كل 3 ايام او كل 5 ايام واللي محدش غيرك بيقدر يعمل نفس العبادات دي، وتيجي على النوافل مثلا صلوات التراويح والكلام ده كله تقول يا عم فكك بقى، ما انا بص انا طول اليوم الدنيا ظابط كده 1000 تسبيح و1000 استغفار وبص مظبط الاداء خالص يعني، فبالتالي يعني مش الكام ركعه دول هم اللي هيبوظوا لي الدنيا يعني، عادي يعني مش هتفرق، ما جاتش على دي. اوعى تغرك كسرت العبادات دي وكمل في الطريق ده. المفروض يكون في شكر النعمه ان اصلا ربنا حطك في الطريق ده وما حطكش في طريق تاني من طرق الناس العصاة او طرق الناس اللي في الطريق التاني خالص. النقطة رقم 7 ودي تخص الستات تحديدا. في رمضان معظم الناس بيفكر ان رمضان شهر اكل وشرب وبتاع وحاجات كده، وتبص تلاقي الستات مقضيين 3 ارباع الوقت بتاعهم في المطبخ، اللي بتقور كوسه واللي بتحشي ورق عنب واللي بتعمل حلويات واللي بتظبط مش عارف ايه وحاجات بالمكسرات والمش عارف ايه والكلام ده كله. في حين ربنا اداك شهر رمضان اصلا عشان خاطر ان انت تستغله في حاجه تانية في العبادات والدنيا دي، مش في المأكولات والمشروبات. وكان ممكن الاكله اللي بتعمليها النهارده كان ممكن ان انت تظبطيها وتحطيها في الثلاجه بحيث ان تيجي تطلع على السوا بشكل مباشر، ويبقى وفرت الوقت ده كله في حاجه مفيده تستفيديها علشان تستغليها في عبادات شهر رمضان. طيب الناس اللي بتحب الاكل الطازه في طازه وبتاع والدنيا كده وكده كده قاعده في المطبخ، خلاص استغل الموضوع ده في ذكر شغال جنب منك وانت بتقور الكوسه وانت بتحشي الفلفل وانت بتعملي اي حاجه من الحاجات دي، او ممكن اي دعايه انت بتحب تسمعي له او كده ممكن تبقى شغالاه في المطبخ ومشغله على الموبايل بتاعك ولا حاجه وبتسمع حاجة مفيدة أثناء الطبخ. النقطة رقم 8، الإنسان بطبيعة الحال عاطفي جدا جدا جدا، بيحب الكلمة الحلوة، بيحب الهدية الظريفة، بيحب الكلمة اللطيفة، الكلام ده كله بيظبط الدنيا ما بينك وبين أهل بيتك أو بينك وبين أي حد أنت بتتعامل معاه. لذلك في غير رمضان أو رمضان تحديدا، لو قدرت انت تظبط الموضوع ده مع حد من جيرانك مثلا افطار صائم، تدي لحد مثلا من جيرانك هديه ظريفه، تدي مش عارف لحد من زميلك في الشغل تعزمه عندك على الفطار، الحاجات الظريفه دي بتالف القلوب بشكل رهيب جدا. ولو امورك الماديه مش ظابطه معاك ممكن رساله ظريفه جدا لاي حد من اصحابك في الشغل، زمايلك، زمايل الدراسه، ناس قرايبك اللي انت ما تواصلتش معاهم بقالك فتره، رساله باسم الشخص، ما تجيبش رساله كوبي من على الانترنت وتاخدها كوبي وبعدين ترميها لاي حد كده وشكرا. الحاجات دي يا جماعه ما بتاثرش في اي حد مطلقا. ولكن لو رساله باسم الشخص، كل سنه وانت طيب يا فلان وفلان وحشتني جدا وكل سنه وانت طيب وربنا يسعدك وكذا كذا كذا، ويا سلام لو الناس اللي بقالك فتره كبيره جدا ما كلمتهمش ورفعت سماعة التليفون واتصلت بيهم وكلمتهم، الموضوع ده هيفرق جدا جدا. فرصة للناس اللي فيه خلاف بينهم وبين بعض يألفوا القلوب ما بين رمضان. الناس بتبقى أصلا القلوب متهيئة إن أنت تدوب أي خلاف بينك وبين أي حد. أي حد من الطرفين سهل جدا لو رميت السلام أو اتصال أو زيارة أو ألفت القلوب، الموضوع ده يا جماعة بيفرق جدا جدا جدا. زمان كنا بنبدأ نوزع التمور في الشوارع أو مية للناس، نفطر الناس اللي ماشيين في الشوارع والكلام ده كله وقت أذان المغرب، فلو حد يقدر يعمل حاجة زي كده أعتقد الموضوع ده هيفرق جدا مع الناس. في رمضان أكتر حاجة بتاخد مننا وقت وبتاخد 48 ساعة في الـ 24 ساعة وهي السوشيال ميديا، الفيسبوك أو التيك توك أو الانستجرام أو الحاجات دي كلها. مجرد إن أنت بتبدأ تشد أول سلايد بتبدأ تركب الزحليقة، والوقت تبص تلاقيه خد منك ساعتين او 3 ساعات في اي حاجه ملهاش 3 لازمه. الساعتين او 3 اللي انت ضيعتهم في قرايه البوستات او ان انت شفت صور معينه او الكلام ده كله، لو قلنا الجزء بياخد معاك 3 ساعه يعني الساعه الواحده تقدر تقرا فيها 3 اجزاء، يبقى في الساعتين هتقدر تقرا 6 اجزاء او في 3 ساعات تقدر تقرا 9 اجزاء. برضو من اكتر الحاجات اللي بيضيع وقت كبير جدا وهي المسلسلات الرمضانيه
واللي الواحد يطلع من مسلسل يخش في التاني في التالت في الرابع، والحاجات دي للاسف بتاكل منا اهم اوقات. لو انت حابب مثلا مسلسل معين وارتبطت بيه وكده، ممكن تبقى تحتفظ بيه وتبقى تتفرج عليه بعد رمضان، حتى يعني علشان ما ياكلش ليك الوقت او كده، حتى لو كان مسلسل ظريف او كده. النقطه رقم 10 في رمضان، اهم وافضل واحسن نقطه تقدر تنصح بيها اي حد قريب منك، وهو حديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، واللي لازم تحفظه كويس جدا 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 جدا، ولكن الحديث ده تحديدا من الاحاديث، من اقرب الاحاديث الى قلبي. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه ايه؟ الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. فالصحابه بيسالوا ايه الحاجات الجميله جدا دي يا رسول الله؟ قال لهم ذكر الله خير الاعمال وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم، خير لك من الانفاق حتى في سبيل الله، وخير لك من الجهاد والكلام ده كله. ذكر الله في منزله عاليه جدا جدا وسهله جدا عند اي حد وفي متناول الجميع. ربنا يسعدكم يا رب. كان ان شاء الله جهزوا الجدول بتاعكم يا شباب وحطوا الخطوط العريضه واتكلموا عن اهم الحاجات اللي انتوا نفسكم تعملوها خير. ربنا يسعدكم، شدوا الهمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لاصحابك علشان الدال على الخير كفاعله. نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.